بندعي له يا رب يرجع اقوى من الاول ويرجع يمتعنا تاني اقوى من الاول، وكلنا عندنا يقين في كرم ربنا ان شاء الله ان شاء الله ان ده هيحصل قريب جدا. النجم اللي ياما متعنا ولسه هيمتعنا، النجم مؤمن زكريا. احنا في سنه من السنين مثال السنه اللي فاتت يعني اتكلمنا عن المرض بتاع مؤمن زكريا، وساعتها قلنا ان هو عنده ضمور في العضلات وما كانش قادر يأدي في التمرين بتاعه كويس. النهارده الحاله بتسوء بتاعه مؤمن زكريا، ومثال احنا كلنا شفناها على الستوري بتاعه الانستجرام بتاعه احمد عز ساعه لما طلع في المسرحيه بتاعه علاء الدين اللي هو المفروض ان هو بيستضيف فيها دايما كل مره نجم زي ما استضاف لطفي جلابيب المره اللي فاتت. اللي باين من الفيديو ان مؤمن مش قادر يتحرك اصلا، يعني مؤمن مش قادر يتحرك اصلا غير ان هو بيتسند. طبعا لا رد لقضاء الله، ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر احنا مش هنقدر نتكلم فيه ومش هنقدر نقول فيه اي حاجه، بس انا عايز بس اشوف حاجه بس صغيره. الناس اللي كانت عماله بتقول ان احنا لازم ندعم الراجل دوت ولازم نشوف الراجل دوت عامل ايه ولازم نشوف ايه تزامنهم، طبعا النهارده ماتش الاهلي والزمالك يعني من مصادفه غريبه جدا يعني، والراجل دوت لعب في الاهلي ولعب في الزمالك. فيا جماعه بس هي مبادره بسيطه كده وصغيره للناس القطبين المحترمين بتوع الكوره الاهلي والزمالك، ان انتوا حاولوا تشوفوا صاحبكم بحاجه يعني بمنتهى الصراحه، مش حاجه تاكلوه، لكن يعني شوفوا صاحبكم يعني حاولوا ان انتوا تساندوه، لان هو بالفعل الراجل دوت خلوا بالكم باين ان هو تعبان قوي، وظهر الكلام دوت في الفيديو يعني ظهر الكلام ده قوي 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 يعني. احمد عز والراجل اللي كان جنبه عاملين بيسندوه لحد ما وصلوه المسرح، يعني حاجه صعبه. بتهيألي انا مش عايز اقول الجمله دي، درس لكل الناس ان الدنيا مش مستاهله يا جماعه خالص والله العظيم، ان الواحد يعمل لها بقى ونقعد نتخانق مع بعض ونقعد نقلق قلبنا على بعض ونقعد نزعق ونقعد نعمل ونقعد ملهاش لازمه. كل الكلام دوت يا جماعه ملوش اي لازمه دلوقتي، خلاص خلص بح. فاحنا النهارده كل اللي احنا نشوفه دلوقتي بس ايه صف النيه ما بيننا وبين بعض عشان خاطر ايه نسلك يعني، هو السلكان دلوقتي ده اهم حاجه بالنسبه لنا. مش عايز اخرج كتير عن موضوع مؤمن زكريا، لان مؤمن يعني عايز اقول لكم الموضوع معصبني جدا من ساعه ما شفت الفيديو بصراحه، يعني انا من ساعه ما شفت الفيديو وانا قلبي متقطع على الولد ده. يعني لعيب ولعيب كويس جدا ويعني عمل حاجات كتيره للنادي الاهلي وعمل حاجات كتيره للنادي الزمالك، فيعني حرام. انا شايف ان هو يعني يا جماعه المفروض ان احنا نسنده شويه، يعني بجد بمنتهى الصراحه نسنده شويه. فاللي حصل معاه ده انا شايف ان هو كون ان هو يطلع على المسرح والناس تسقف له ويصفروا له وبتاع حاجات زي كده ويقعد يعيط، صعبان عليه نفسه كتير قوي يعني. الشخصيه صعبان، تخيل انت بقى شخصيه صعبان عليها نفسها ان هي وصلت للمرحله دي ووصلت للمنظر ده. فانا بتمنى انكم بس حاجه صغيره ايها القطبين المحترمين، قطبين كره القدم الجمال الاهلي والزمالك، حاولوا على قد ما تقدروا لو سمحتم من فضلكم ان انتوا تعملوا اي حاجه للراجل ده، اعملوا له اي حاجه يعني، ساعدوه باي حاجه يا جماعه بالله عليكم لو سمحتم، حتى لو معنويا مش اكتر من كده. لكن المنظر ده بصراحه يعني بيني وبينكم قطع القلب وقطع قلب ناس كتير. السلام عليكم.